السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. محاضرة النهاردة بعنوان Static Route Configuration، هنحل مع بعض لاب رقم 8. ويعني هو هنا عايز أخلي البارو تمام، أضيف له 2 Default Static Routes، أقول له لو عايز تطلع الإنترنت اطلع عن طريق 10.006 أو عن طريق 10.010. يعني الفكرة أن أنت هنا هتضيف 2 Entries، يعني هتضيف 2 Static Routes تمام. طيب والله ده كلام جميل، والحتة دي بقى فاهمين يعني هتبقى involved بجزئيات في الشرح، يعني هتحتاج يعني تركيز شوية. اوكي انا هروح الى virtual routers، انا بكريت من virtual routers اي configuration للراوتينج بروتوكول سواء dynamic او سواء static. عظيم. طيب ده كلام جميل، هروح الى static routes وهعمل add تمام. هضيف اول واحد اقول له كده outside one تمام. الديستنيشن لو انا عايز اقول له any IP، لو انت عايز يعني لو انا عايز يعني احط expression هنا بتحط الديستنيشن نتورك، انا عايز اقول any IP هقول 4.0/0. اطلع من انترفيس 1/1 تمام. النكست هاب اي بي هو مين؟ اي بي ادرس، وممكن احط ايه، ممكن اقول نان، يعني اطلع عن طريق 1/1 على طول تمام. ولكن لا، انا هقول له اوكي اطلع عن طريق اي بي ادرس اللي هو ايه، اللي هو 10.0.0.6. عظيم. والادمن ديستنس، الادمنستريتيف ديستنس هيكون ممكن اضيف قيمه مثلا 1 تمام بتاعت الستاتيك راوت. المتريك نخليه 1 برضو. اوكي المتريك هنا فايدته عظيمه جدا، ان انت لما تضيف 2 ستاتيك راوتس بنفس المتريك البالو التو هيفكر ساعتها بقى ان هو يعمل ايكوال لود بالانس تمام. ده فايدة المترك هنا. الادمنستريتيف ديستانس فايدته ايه هنا؟ قال لك ان لو في نتورك اقدر اطلع عليها اما عن طريق ستاتيك راوت او سي عن طريق الاو اس بي اف، هيختار ما بين مين بقى؟ ما هو ده غير ده، ده مختلف، هيختار الطريق الذي يحتوي على اقل ادمنستريتيف ديستانس، يعني ده واحد مثلا او اس بي اف 2 يطلع عن طريق الستاتيك راوت والعكس صحيح تمام. الباث مونيتورنج خاصيه عظيمه جدا جدا جدا، تمكن البالو التو انه يفضل يقيس جودة الخط، جودة الستاتش كراوت او جودة الخط ده عن طريق ان انت بتنستراكت بتقول له تمام. انا عامل هنا مثلا اهو outside one monitor اوكي، والسورس اي بي بينج من 10.0.0.5 على بينج من 0.0.5 على destination 4.8 اوكي، والبينج interval 3 seconds والبينج counts 5 اوكي يعني تمام. هيعمل بينج دلوقتي على ايه؟ على 4.8. لو لاحظ ان البينج بيقع اوكي هيعتبر الخط ده از ديد تمام. وبريمبتيف هولد تايم ده ايه بقى قيمته؟ ده معناه ايه؟ انا هخليه 1 مينت. معناه ايه؟ بص يا سيدي، لو البالو التو عنده 2 ستاتيك راوتس او خطين، انت مشغل واحد اساسي واحد احتياطي، فبفرض ده الاساسي، طب ده وقع الاحتياطي هيشيل مكانه. طب افرض ده رجع مره ثانيه، البالو التو بقى كل دقيقه هيعمل تشيك على الخط ده بحيث انه لو وقع هيعمل تشيك عليه، هل رجع ولا لا؟ رجع هرجعه تاني. فهمتوا القصه؟ ده فايده الايه ال1 هنا تمام. والله انا كده تمام التمام. ادمنستريتور ديستنس بيقول لي هنا ايه ذا مينيمم فاليو از 10. طيب اوكي انا هحط له 10 وبالتالي هدوس اوكي. انا دلوقتي عملت الايه الستاتيك راوت الخاص بي اوتسايد 1، وبالتالي البالو التو يقدر يطلع على الانترنت ثرو الخط اللي فوق ده. خدتوا بالكوا؟ او تعالوا نمسكوا كده من الفوتوشوب اهو الخط ده. عظيم. عايز بقى اظبط الخط اللي تحت تمام. طب كلام جميل، فبالتالي هروح الى اد اوكي وهسميه هنا outside dash 2 والديستنيشن هيكون ايه؟ ها 4.0/0 تمام. الانترفيس هيكون ايثرنت 1/2. النكست اي بي او نكست هاب اي بي هيكون 10.0.10 الاي بي المقابل الناحيه الثانيه تمام. الـ ADC router المتريك هيكون 1 والادمنستريتف ديستانس ب 10 تمام التمام. باث مونيتور برضو هعمل اد واقول outside dash 2 monitor اوكي مونيتور تمام. والسورس اي بي هيكون ايه 10.0.0.9، الديستنيشن هيكون 4.8 والله، وهعتمد الكونفيجريشن بتاعتي اوكي outside 1 تمام التمام والله 100 100 مية مية. حلو، انا كده يعتبر خلصت الدنيا بتاعتي، وهعمل كوميت، هعمل كوميت تمام وشوف اللي هيحصل دلوقتي. بص بقى يا معلم، هنا بيقول لي in virtual router debugs
dash virtual router. The static route outside two metric value is one. Is not unique among static routes to destination quadratic 0 slash 0 module routed commit fields. ما طبقش ليه؟ قال لك يا باشا لان يعني عشان الاثنين دول بنفس المتريك فلازم يعمل equal route, وعشان يعمل equal route لازم اعمل configuration لل ECMP. تمام, ال ECMP دي خاصية, تمام, يعني خاصية اللي بتدعم الفيتشر الخاصة بال equal load balance. فبالتالي انا مش هشتغل عليها دلوقتي, فبالتالي انا هعمل تعديل هنا بقى. تمام, هخلي outside 2 بمتريك اعلى, متريك is 2, ثم اروح اوكي واروح commit, ثم اها عظيم جدا 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 جدا. هنا ما اعتمدتش على الايكوال لود بالانس, اوكي, لان ده ليه محاضره خاصه. هتلاقي الاي سي ام بي از ديسيبلد, لازم تكون انيبلد وتعيد تشغيلها وتعمل لها كونفيجريشن بتاعتها عشان يسمح ويظبط الكومات. لكن انا غيرت المترك بتاعتهم, فبالتالي اصبح الاستاتيك كراود بتاع اوتسايد 1 هو المترك الاقل, فبالتالي هو ياخد الاولويه, هو اللي يكون الاساسي والتاني يكون الاحتياطي. تمام, فبالتالي اوكي 99% تمام successful. تالي روح بقى لmore run time states, ده يوري لك اوامر او يوري لك, فاكرين show ip route في سيسكو, ده مشابه لي. تمام, routing table هنا قال لك ايه؟ قال لك عندي next top اهو 4.0.0 وفي 10.0.0.10 static route monitoring. monitoring بيقول لك ان 0.0.0.0 next top ip اللي هو بتاع outside one the status is up. تمام, success اهو, ping status is success. تمام, وهنا برضو ping status is success, الدنيا عندي 100 100. تمام, ما فيهاش اي مشكله, تقدر تعمل ريفرش من هنا. تمام, ممكن تعمل ايه, ريفرش من هنا, وبالتالي انا عملت الكومنت بتاعي وظبطت الاستاتيك راوت. وخلي بالك اوعى تنسى ان احنا اعتمدنا على البرايمر او الاكتيف ستاند باي, خدتوا بالكم, خلينا واحد يشتغل اكتيف والتاني يشتغل او التاني ايه يشتغل كستاند باي. تمام, انا اعتبر كده خلصت حل لاب رقم 8, ويعتبر بفضل الله خلصت. اشوفكم على خير ان شاء الله المحاضرة الجاية, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.